الاستاذه بس هي سته في شهر كلهم عارفين ان في طبعا كل عام كل عام. الحقيقه انا عايزه اعمل خلاص مقولي نقطه نظر ازاي احنا دلوقتي ارضيتنا الاساسيه في تفكيرنا ان في حاجه انيه وفي حاجه مستقبليه. الانيه الان هي شيء زفت الطين ان جنبي كويس ادي نمره واحد. نمره اثنين ان انا بلومني وبلومكو على ان انا ما بنتحركش غير رد فعل. فارجو هذه المره ما يكونش رد فعل. ليه؟ لان طول ما النظام ده موجود كل يوم هيقابلني. احنا علينا مسؤوليه اسقاط النظام ايضا لان دول المثقفين. انا كلام فاتن عجبني جدا ان احنا مش بس مثقفين، احنا مواطنين مصريين واحنا اللي مهمومين ومهتمين بكل مشاكل هذا الشعب المصري. اذا كلنا نتحرك. ازاي التحرك بقى؟ دي النقطه اللي انا عايز اقولها. ان فعلا حد سبقني كتير واتكلم في الموضوع ده وهي التداعي. بمعنى ان انا النهارده جاني تليفون، امبارح جاني تليفون اجي هنا الساعه 3، وتليفون قال لي الوقفه الساعه 5، وتليفون قال لي الوقفه الساعه 6، ومهد دلوقتي بتقول لي الاعتصام. لا يا جماعه لا، لو احنا مش قادرين ننظم نفسنا مش هننفع نعمل حاجه خالص. ولذلك انا بطلب منك هذا الطلب. ان بالقلم بالقلم بالظبط كل الاقتراحات تتحط 1 2 3 4 وبعدين نختار ايه الاول وايه الثاني وايه الثالث. المهم التصعيد مستمر. امبارح لما شفت ان كل اتكلموا واللي استقالوا الاستقاله شيء رائع وجميل كانه بيقول انا برفض هذا، لكن الاستقاله دي انا عايزه اكمل. الاستقاله دي سلاح ذو حدين. ليه؟ لأن المجلس الأعلى مش بتاع أبوه، ده بتاعنا. الوزارات كلها مش بتاعة أبوه، لا بتاعتنا. إحنا ما نتنقلش وما نتعتعش، ولما نعمل اعتصامات نعمل في قلبهم ونروح عند الوزارة ونقف في الشارع، هيقفلوا علينا الباب، هنقف في الشارع. المهم إن التصعيد عشان اسمه تصعيد يبقى إيه أولاً وإيه ثانياً وإيه ثالثاً ونستمر. نشوف الاوبرا هتعمل ايه؟ ما احنا قاعدين دلوقتي ما نخرجش من هنا غير واحنا بنعمل على الاقل اسبوع كامل، 1 2 3 4، وفي الحاله دي نبتدي نتحرك.